السلام عليكم. هل الإصلاحات التي قد أعلن عنها رئيس الجمهورية هي اسم دال على مسماه، أم هي مجرد مسكنات محضة يبطل مفعولها بمجرد أن تهدأ عاصفة الربيع العربي؟ ما هي الخلفية القائمة وراء سن قانون الأحزاب الجديد؟ وما هي مآلاته على الجزائر؟ وما مدى مشروعية أو شرعية البرلمان الجزائري الذي أسندت إليه مهمة المصادقة على هذا القانون؟ ما هو موقف حركة رشاد من هذا كله؟ وهل ستقدم الحركة مستقبلا على خطوات حيال هذه القوانين؟ هذا ما سأعرفه وسأطرحه على ضيف هذه الحلقة. قبل هذا وذاك، أود أن أستهل حديثي مع ضيف هذه الحلقة، وددت أن أقدم بطاقة تعريفية بهذا الضيف. الدكتور مراد هنا متحصل على دكتوراه في الفيزياء من معهد ماساتشوست للتكنولوجيا بالولايات المتحدة. اشتغل كباحث في المدرسة الفيدرالية متعددة التقنيات بزوريخ، وفي المركز الأوروبي للفيزياء الجسيمات بجنيف. باشر نشاطا سياسيا بعد انقلاب جانفي 1992 في الجزائر، الذي ألغيت بموجبه الانتخابات التشريعية، والتي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلب مقاعد البرلمان، وتولى لاحقا الإشراف على المكتب التنفيذي للجبهة في أكتوبر 2002، واستقال من هذه المسؤولية في ذات الشهر أكتوبر من سنة 2004، وهو عضو مؤسس في حركة رشاد، أب لستة أطفال، ويقيم حاليا بسويسرا. قبل هذا وذاك كله، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا، نتناول في هذه الحصة الإصلاحات في الجزائر. دكتور مراد هنا، مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. الإصلاحات في الجزائر ارتكزت على 7 محاور، منها مراجعة قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، وقانون تعزيز مشاركة المرأة، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون الولاية المحافظة، وقانون الإعلام، وقانون البرلمان. الوقوف على هذه الهيئات، الهيئة أنا أود في هذه الحصة أن أقف على الهيئة التي قد أشرفت على المشاورات حول هذه الإصلاحات، من باب قيل في السابق أعرف المستفيد ستعرف الفاعل، لكن الآن في هذه الحصة أود أن أقف على الفاعل حتى أعرف من المستفيد وراء هذه الإصلاحات. ما مدى مصداقية هيئة المشاورات بالنسبة لحركة رشاد؟ أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله، أحيي المشاهدين الكرام الجزائريين والجزائريات الذين يتابعون معنا هذا الحوار. قصد النقاش وطرح مواضيع تهم مستقبل هذا الوطن وتهم مكونات هذا المجتمع، وعلى رأسه المسار السياسي الذي يسطر له من قبل أطراف متعددة داخل الجزائر وخارج الجزائر. وعندما أقول خارج الجزائر، أقصد بالذات دول أجنبية ومصالح أجنبية. فبالعودة إلى سؤالك، أن ممكن أختصر الموضوع في طرح يبين ويوضح المسعى السياسي لطبيعة النظام الجزائري. فقبل عقود سابقة، وبالأحرى منذ الاستقلال، كانت تسن القوانين وتوضع من هيئات، يعني سواء كان في قاعة سينما مثلا دستور 63، أو في مخابر السلطة وبتدخل جهات قد لا نعلمها نحن كجزائريين، أو في مخابر المخابرات إلى غير ذلك. ولكن السمة الرئيسية أنه في الماضي كانت تسن قوانين بدون مبالاة، لأنها على أي حال لا تطبق. يعني يوضع القانون والجزائري لا يعرف هذا القانون، والحاكم لا يهمه أن ينظر إلى هذه القوانين، فيفعل ما يريد، فهو يتصرف كيف ما شاء. الآن بعد التحولات الكبرى التي عرفتها الجزائر وعرفتها المنطقة، أصبح العقل المدبر أو المستحوذ على مقاليد السلطة في الجزائر يولي اهتماما إلى هذه القوانين. الآن هو يعرف أنه لا يمكن أن يضع قانونا
ثم ينتهكه علنا وصراحة، ولكن عليه أن يسبق ذلك بخطوات استباقية مفادها أنه يسطر قوانين على المقاس، يعني يجعل قوانين انطلاقا من هيئات تابعة وخاضعة له في كل الأحوال التي عرفناها في الجزائر فاقدة لأي شرعية، ثم يجعل قوانين حسب رأيه، بل أبعد من ذلك يجعل قوانين لا يمكن للجزائري أن يتفهمها ولا رجال القانون ولا العامي، وسنخوض في بعض التفاصيل مستقبلا. وأعطي مثال على سن هذه القوانين، مثلا ميثاق السلم والمصالحة الذي وضع وفرض أشياء على الجزائريين، يقدم لنا اليوم من بعض أطراف في النظام الجزائري ومن حتى من يدعي مدافع أنه يدافع عن حقوق الإنسان كهيئة فاروق قسنطيني، فيقول أن الشعب الجزائري اختار هذا الميثاق، وهذا كذب على العلن. فالجزائريون حتى إن افترضنا أنهم صوتوا بأغلبية ساحقة لمسعى طرحه الرئيس بوتفليقة للمصالحة الوطنية، فهم أجابوا على سؤال: هل أنت مع المسار الذي يريده رئيس الجمهورية لمصالحة وطنية؟ فصوت الجزائريون بحسن نية، وأظن أن كل الجزائريين بما فيها نحن كلنا نريد مصالحة حقيقية، يعني تضمد جراح الماضي وتؤسس دعائم دولة القانون والعدل والحكم الراشد، فكلنا نريد ذلك. ولكن فيما بعد صياغة القانون بمرسوم رئاسي جاءت حسب رأي رجل أو هيئة مختبئة، وهي هيئة المخابرات، فسنت قوانين متبجحة، قوانين العار التي مثلا تفرض عقوبة السجن على تلك الأم التي فقدت ابنها في العشرية الدموية التي تسبب فيها انقلاب جانفي 92، فهذه الأم إن لم تقبل بالطرح الرسمي ولا تريد أن تنسى ابنها وفلذة كبدها، فإن طرحت أي مسعى سواء في الصحافة أمام العدلة ستعاقب بالغرامة وبالسجن. فإذا مفاد القول أن هذه الهيئات التي وضعتها السلطة هي طبعا مخابر تصوغ قوانين بين قوسين لمآرب مسطرة ومن طرف جهاز لا يزال قائما ومتحكم في مقاليد السلطة، ولا تمت أصلا إلى مصلحة الوطن ولا إلى مصلحة هذا الشعب، بل إنها تريد أن تمكن نظاما من التسلط على رقاب الجزائريين. جيد، يعني أنتم تطعنون في هذه الهيئات. أنا لست الذي أطعن، فخطاب بوتفليقة في بداية هذا السنة جاء صريحا، يعني ما معنى أن يقول بوتفليقة نريد أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة؟ ما معنى ذلك؟ معنى كل ما سبق غير شفاف وغير نزيه، نعم، هذا تعريف فهذا ليس كلامي، اعتراف هذا ظني. نعم، باعتراف واضح ما هو ضمني، يعني صريح بأن هذه الهيئات التي وضعت لمآرب ولتلميع صورة النظام ما لا ت... يعني لا يطرح موضوع شرعيتها، فإنما هي للائتلاف فقط لأخذ المناصب، والجزائريون يعرفون ما كيف تشترى المناصب في البرلمان وما يتقاضاها البرلمان، ولا صلة لها بمصالح الجزائريين ولا بالتشريع الذي يريده الجزائريون. جيد دكتور، لو قدمت لنا قراءة متأنية بخصوص الأحزاب. الآن قلنا الإصلاحات هذه ارتكزت على عدة محاور، أهمها لعل أهمها الانتخابات، قانون الانتخابات والأحزاب السياسية. قدم لنا قراءة متأنية حول هذا القانون، قانون الأحزاب السياسية. والله أنا طبعا في أول شيء أحببت أن أفعله، يعني في إطار هذه القراءة المتأنية وهذا من طامات هذا النظام، تصفحت موقع الوزارة الأولى في الجزائر التي على رأسها أحمد ويحيى، فبحثت عن قانون أو مشروع القانون، كل القوانين، قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، قانون الصحافة، قانون الجمعيات، فلم أجد. أنا مواطن جزائري أردت أن أقرأ، مشيت إلى موقع وزارة الداخلية تابع لدحو قابلية، فلم أجد القانون. فأنا كمواطن جزائري، وهذا يعني هو الفعل الفضيحة لهذا التصرف تاع النظام، وهو الاستهتار واستصغار المواطنين، يعني أنهم أنتم لا شيء، لا وزن لكم، فلا يعطون حتى للمواطن
فرصة للاطلاع على هذا المشروع. يعني نحن لسنا في مرتبة التحليل أو القبول أو التعليق، نحن كجزائريين ممنوعون من ذلك. على كل، الصحافة بما سرب لها وما رأته من أخبار بين قوسين، وزير الداخلية يقول أشياء في بعض النوادي، قال أنه قال كذا أمام النواب، وما ذكرته الصحافة في بعض المواد، نرى أولا أن مرة أخرى هنالك مشروع أعد، وأقول أعد ولا ندري من أعده، لما أقول لا أدري، لأن ليس فيه شفافية وليس فيه هيئة تشريعية في مستوى المسؤولية وفي مستوى المصداقية وفي مستوى الكفاءة التي تعد مثل القوانين. فالقوانين يأتي في علبة سوداء وله أهداف سياسية. الآن الهدف السياسي الواضح والتي تشترك فيه كل هذه القوانين هو يمكن تلخيصه في أمر واحد: بناء إطار قانوني، يعني كما تسميه السلطة، الذي يضمن أشياء. يضمن عدم حدوث، هذا حسب حسابات السلطة، عدم حدوث ثورة في الجزائر مماثلة لما عرفته الدول العربية الأخرى والمجاورة، حتى شيء مماثل نقول إصلاح، لم يرقى إصلاح الجزائر إلى إصلاحات المغرب مثلا. هذا لا يعني أن حركة رشاد تزكي أو لأنها يعني تعتبر أن المغرب مثالا، ولكن من باب المقارنة، من باب المقارنة، نحن علينا مآخذ كثيرة على ما يجري في المغرب، لكن هذا ليس مجال حديثنا. فلم ترقى الإصلاحات التي تدعيها السلطة في الجزائر إلى هذا المستوى. إذن فهو تجنيب النظام الجزائري، ولا أقول الجزائر، ثورة قد تعصف به. ثانيا، وضع سكة تجعل يعني الطريق مرسوما واضحا لمن سيكون له حق الوصول إلى السلطة. فإحنا طبعا بكل وضوح نرى أن النظام الجزائري هو نظام مستبد، هو نظام لا يفكر إلا في مصالحه الآنية واستفادة واستدامة بقائه في السلطة، وهو كذلك يدرك أن المنطقة تعرف تحولات. فما الذي يريده من حيث هذه القوانين هو أن يجعل يعني سكة تضمن له البقاء في السلطة، ولكن بشكل ممكن أن نعطي بعض ملامحه. مثلا أن المنطقة الآن تعرف توجه بانتخابات حرة تتفاوت في حريتها ونزاهتها في الآونة الأخيرة، فمثلا تونس، في مصر، إلى غير ذلك، التي أظهرت بوضوح تقدم تيار إسلامي. فالسلطة الآن واعية بذلك وتعلم أنها لابد أن تجعل جرعة في الانتخابات المقبلة للتيار الإسلامي، فهي الآن تريد أن تعد تيارا ظاهره إسلاميا أو إسلاميا، إحنا معنا لا مشاحة في الألفاظ، ولكنه يقبل، وهذا يعني هنا مربط الفرس في القضية، يقبل بأسس وفلسفة النظر إلى الحكم في الجزائر، أي أنه لا يطرح القضايا الكلية التي ممكن سنتكلم عليها والتي هي لب أي تغيير وإصلاح حقيقي في الجزائر. يعني دكتور، أفهم منك ذلك أن هذه ما ذكرته الآن وحللته، الخلفية، هذه الجرعة، جرعة الإسلاميين، هل هذه الجرعة هي وراء تصريح رئيس حركة حمص بأنه يريد فك هذا التحالف، تحالف مع والله أنا لا أعتبر أن ما يسمى بحزب التحالف أو الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية بأن لها من الأمر شيء في القرار، فهي أظن فقدت مصداقيتها وفقدت شرعيتها منذ أمد بعيد، وليس هنالك يعني من جديد في مواقفها أو تصريحاتها، وإنما هو صراع ومد وجزر لتقاسم بعض أطراف الكعكة في إطار النظام الحالي لا غير. يعني لم نرى أطروحات في فلسفة الحكم في الجزائر،
في نظرة مستقبلية لاستشرافية لما يليق أن تكون عليه الجزائر على كل الأصعدة الاجتماعية السياسية الاقتصادية الأمن الوطني. نحن نرى ما هو برنامج التحالف، برنامج فخامة الرئيس. ليش دايرين حزب؟ حلوا أحزابكم يعني، قولوا احنا تابعين مع فخامة الرئيس كما يقولون. وطبعا هذه ليست أحزاب وإنما هي بنية جعلت لوضع هيكل وهندام لهذه هذا النظام القائم، وكذلك لتقاسم الأرباح بكل وضوح. يعني هؤلاء الناس لديهم مصالح ليس هنالك من يحاسبهم، وإنما هم هنا فقط لتمرير ما يريده النظام. وهذا الذي وقع مثلا في 2008 عندما عدل الدستور للسماح لبوتفليقة بعهدة ثالثة، أمر مصيري بالنسبة للأمة يفصل في أسبوع برفع الأيدي من برلمان، كما قال بوتفليقة فيما بعد ليس بشرعي، يعدل دستور البلد. سنتحدث عن البرلمان بعد قليل. نبقى فقط عند قانون الأحزاب. قانون الأحزاب يعني المادة الرابعة تقول بأن يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضي إلى المأساة الوطنية. والفقرة الثانية تقول كما يمنع من هذا الحق حق إنشاء حزب سياسي كل من شارك في عمل إرهابية وفي تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة. ما تعليقك على هذا القانون بالضبط؟ هذه المادة هي كيف يقولوا بالفرنسية سيتان كاديكول، يعني هذا مثال ممكن يدرس في جامعات القانون العلوم السياسية في وضع قانون يكرس الدكتاتورية. وأريد أن أشرح، ليس لأنه يمنع الجبهة الإسلامية أو الفيس أو من تسبب، ليس هو محل النقاش. هو الذي يقرأ هذا المادة ماذا يفهم؟ أنا لم يعني لو أنا أتي كمواطن أو كإنسان يريد أن يهتم بالمسار السياسي أو بالحقوق أو بالقانون، لا يمكنني أن أصف هذه المادة بأنها مادة قانون، لأن فيها من الغموض أنها لا تعني شيء. وهنا السؤال، لماذا صيغت هذه المادة بهذه الطريقة؟ لو كان النظام الجزائري يريد أن يكون واضحا وفي في 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 طرح موضوعي مع نظرته لقال يمنع من الترشح وتكوين أحزاب كل من كان في مثلا المكتب التنفيذي للجبهة الإسلامية للإنقاذ، كل من يعني تقلد منصبا كان ترشح باسم هذا الحزب، أو كان ما أدري أنا أميرا في كتيبة على الجيش الإسلامي أو الجية أو ما يشاء، يضع أشياء ممكن الجزائري يفهمها. لكنه لم يقل ذلك. تسبب في استغلال الدين، من استغل الدين؟ يعني هذا يبقى حوار بين الجزائريين، وكيف استغله؟ ومن تسبب في الأزمة الجزائرية؟ هذه قراءات مختلفة. وبوتفليقة في حد ذاته عندما كان يعد للصعود للسلطة قال لو كنت أنا 20 سنة في عمري في 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 عند الانقلاب ممكن صعدت للجبل. يعني هذا بوتفليقة أيضا عنده ميول للعنف وعنده ميول للخروج عن السلطة كما يسميها. فهذا قانون ماذا، ما المقصود منه؟ هذا حتى الجزائريون، المقصود منه بخلاصة أنا أترجم القانون الجزائريين، يا جزائريين من يريد أن يمارس السياسة أو أنشئ حزبا فله أن يتوسل إلى هذا السيد ولد قابلية، والسيد ولد قابلية هو حسب مزاجه. عندما أقول ولد قابلية ومن معه ومن وراه يعني من جنود الخفاء الذين يكيدون بالليل، هو الذي سيقرر. قد وحتى أقول لكم شيء، لن نتفاجأ حتى إذا بعد جاء واحد من ممكن كان عضو في الجبهة الإسلامية وكان حامل السلاح وثبت تورطه حتى في قتل وكذا، وممكن يقبلوا له أن يترشح وسوف ترون. الشرط ما هو؟ الشرط أن يبايع هذه السلطة على المحيا والممات كما يحبهم. يعني يقولوا لهم احنا شوف ماشيين معاك يا قابلية، يا مخابرات، يا بوتفليقة، فقط خلونا ناكل معاكم الخبز كيف يقول. فهؤلاء سيعطوهم. إذن فهذه المادة بالذات أنا لا أدخل في تفاصيلها. فطبعا التأويلات نراها في الجرائد، نراها في بعض المحللين. الجرائد تقول مثلا علي بالحاج يمنع من السياسة. أنا ما قريت علي بالحاج في القانون، لماذا علي بالحاج وليس غيره؟ فلذلك
أن القانون وضع بشكل غامض، مفاده يا جزائريين أن النظام هو الذي سيقرر، وهذا بالنسبة لنا في حركة رشاد هو أمر يستدعي تغيير جذري لهذا النظام وطرد ولد قابلية ومن معه ومن معه على شاكلته من سدة الحكم في الجزائر، لأنه لا يمكن لجزائري غيور على وطنه وعلى بلده أن يسمح لهؤلاء أن يدوسوا حتى الدستور الجزائري. الدستور الجزائري يضمن الحرية وممارسة السياسة لكل جزائري، أحب ولد قابلية أم كان شيء آخر، ليس له أن يكون هو الذي يقرر باسم الجزائريين، إضافة وزيادة على المواثيق الدولية كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر والذي هو يفوق حتى القوانين الجزائرية. جيد دكتور، ألا ترى الآن تكلمت عن مشروع المصالحة قبل قليل، المصالحة الوطنية، يعني إذا نظرنا إلى ماهية هذه القوانين الآن أو بما يسمى بالإصلاحات، يعني هل تدل دلالة يعني واضحة على أن هناك خلفية مشبوهة لهذا المشروع وقد الإصلاحات فضحت هذا المشروع؟ والله شوف، أنا بالنسبة لي ما يسمى الإصلاحات في الجزائر، إحنا طبعا في حركة رشاد سبق أن تكلمنا على طبيعة النظام وتحليله إلى غير ذلك العديد من المرات. في مطلع هذه السنة جرت وانفجرت ثورات في العالم العربي. النظام الجزائري دخله الخوف ودخله الشك في هل سيقع له نفس الشيء. لم يقع ذلك إلى اليوم، والنظام الجزائري نراه كذلك يتبجح ويقول احنا عملنا بدينا مسارنا تاع الإصلاح في أواخر الثمانينات. يعني يا جزائريين، في أواخر الثمانينات عندما خرج الشباب في أكتوبر 88، اللي كان على رأس الجيش وأمر بإطلاق الرصاص على الشباب وحصد المئات من الأرواح، راه اليوم وزير الدفاع. هذا الآن راه مشارك في حكومة تاع إصلاح. إذن هو القاتل يتبنى فضل الثورة الآن. وأقصد بالذات عبد المالك جنايزية، حتى نكون صريح بالأسماء. هذا كان على رأس أركان الجيش وكان تولى وحدات الجيش. ففي أكتوبر 88 اللي يجي رجل بالخادم يقول احنا بدينا الإصلاحات إلى غير في أواخر الثمانينات، نقولوا له أن الحكومة اللي أنت فيها مجرمي حرب، ناس أطلقوا الرصاص ولم يحاسبوا إلى اليوم. فلذلك أن هذا النظام لا يمكنه أن يجعل في علبة وفي قالب مغشوش ملامح للإصلاح، في حين أنه وإلى حد كبير إن كنا نريد أن نكون متريثين إلى حد كبير هو المسؤول عن أهم وكل الانزلاقات التي عرفتها الساحة الجزائرية والتي أدت بنا إلى هذا التأزم السياسي الخانق. يعني دكتور ترى بأن هذه الإصلاحات ما هي عبارة عن إلا عن مسكنات محضة يزول مفعولها بهدوء عاصفة الربيع العربي. ولن يأتي هذا الهدوء، بل أكثر أن هذه حماقة من هذا النظام، لأن الآن هذا النظام يستفز من كان يراوده الشك في نية الإصلاح. أي جزائري عاقل مهما كان توجهه، عندما يرى قوانين مثل هذه ويرى الجزائري أنه مكبل أيديه وأنه مدان في كل شيء إلا لرئيس فيه علامة استفهام حول سياساته ومناهجه، وإلى وزير للداخلية يريد أن يجعل من نفسه المحيي والمميت، هو الذي يقبل أي من الجزائري الذي يمارس السياسة أو لا. فهذه حماقة من هذا النظام، وأنا متأكد أنها تكون خطوة أخرى في اتجاه التحرك الشعبي الذي سيأتي للقضاء على طبيعة هذا النظام. وأقول أنا حتى الجزائريين نرام يكبروا لكم في الكلام، فيه مؤامرة على الجزائر وفيه أشياء من الخارج وكذا. الطامة الكبرى والخطر الأكبر على الجزائر هو مثل هذه التصرفات اللامعقولة، وأن لنظام غير شرعي
نظام جاء للائتلاف وللسطو على مقاليد الحكم وتجاهل الجزائريين، إلا أن يدفع بالجزائريين إلى أن يأخذوا حقهم بأيديهم. جيد، لو سألتك عن مآلات هذا القانون. أنا بالنسبة لحركة كراشاد وبالنسبة طبعا علينا لا حدث، نحن غير معنيين، احنا ما راح نطلب في أي يوم من الأيام لا من ولد قابلية ولا من غيره. نحن كجزائريين نمارس السياسة في مصلحة بلدنا والسياسة بالمفهوم النبيل. ما نشرح أن نترشح في انتخاباتك يا ولد قابلية، ولكن نعمل على تغيير النظام الفاسد تغييرا جذريا الذي أنت فيه طرف. فهذا نقوله صراحة لهذا النظام. الآن سيكون جهدنا لحشد الهمم وتوحيد ما يمكن توحيده من صفوف الجزائريين لوضع حد لهذا التصرف المشين من أناس ذهبوا بعيدا في المساس بكرامة الجزائري، بمكانة الجزائري، وبمستقبل هذا الوطن. جيد، حركة رشاد دكتور، هل تراقب هذه الإصلاحات وما يسمى بالإصلاحات؟ يعني كيف تحكمون عليها وهي إلى حد هذه الساعة لم ترى النور، يعني بالمعنى لم تتمثل بالمعنى الكافي، لم تتجلى بالمعنى والله شوف يا أخي، إذا كانت القواعد التي تبنى عليه هذه ما يسمى إصلاحات فاسدة، قواعد فاسدة، فلا يمكن أن تأتي بشيء مقبول. هذا شيء واضح. وأعود حتى باعتراف أهم ركائز هذا النظام، أنهم يقولون يعترفون بالنظام. يعني كيف يعني بالله عليكم؟ أنت رئيس يجي يقول أن هذا برلمان فاقد للشرعية، ثم يعطي له في ظرف أسبوع 5 قوانين مصيرية لمستقبل الجزائر. من يترشح، من يتكلم، من يصوت، من لا يصوت، إلى غير ذلك، إلى أناس لا يمثلون حتى أنفسهم. كيف يقبل هذا الأمر؟ حتى ولو أتونا بقوانين جيدة لا يمكن أن نقبل بهذا، لأن المسعى في حد ذاته باطل. وكذلك يقال بأن البرلماني كذلك عملوا قليلا على تغيير مضمون هذا القانون. لا، هو احنا لا نتكلم في تفاصيل الفاسد. تفاصيل الفاسد هذا ذر في رماد، وكيف نقول، للتهريج، حتى يبقى كلام في الصحافه وراه زاد، والبرلماني فلان غضب وخرج، والاخر كذا، والاخر ما صوتش كذا، وكله يعني مسرح. لان احنا ما يهمناش هذه الماده كذا ولا كيف اعتمدت. الاصل ان المسار خطا. لو كان بوتفليقه يريد اصلاحا للجزائر لقال طيب يا جماعة الآن سرنا بطريق لأسباب موضوعية أو غير موضوعية، لكن هذا الواقع. الآن نضع حدا، يلا يا جزائريين نجعل مؤتمر وطني، نجعل مجلس تأسيسي، نعاود نفكر في الدستور، نعاود نعد الانتخابات نزيهة في المستقبل، نفتح المجال أمام الجزائريين، نخلي الجزائريين يتكلموا بكل صراحة عما يدور في أنفسهم، يكون هو مشارك في مسعى حقيقي. لكن نظن أن هو بالنسبة ليه، وهذا أقولها بكل ارتباك وبكل تأسي على مستقبل الجزائر كيف يصل حكامنا اليوم، أنه يفكر في شيء. الرجل يريد أن يموت في كرسي الرئاسة، الرجل يريد بكل نرجسية أن يفكر في أن يخلد اسمه، لست أدري لماذا. وكل مسعى هذا هو. يعني إذا تبنات بيت يقولوا ببرنامج فخامته، سيد إذا دكتور، راح يدير مسجد لفخامته. سيد دكتور، دكتور لما لا ونحن نرى عبد العزيز بالخادم يرشحه لعودة المنابر؟ طبعا عبد العزيز بالخادم ولي نعمته بوتفليقة. عبد العزيز بالخادم الذي يقول أنه شارك في الإصلاحات وأن الجزائر سبقت، ما نش عارفين منين بدأ هذه الإصلاحات. يعني الرجل يتقلب كالتاتا. قبل في بداية التسعينات كان يغازل الإسلاميين ويغازل في سانت جيديو ويغازل في كذا وكذا، وعندما جاءت الخبزة من باب آخر قال خطيني نمشي مع بوتفليقة نشد في عبايته وخير ناكل على روحي. لأن وحتى مثلا استغلال الدين وكذا، يعني احنا كاين كلام كثير على بن خادم، يعني ممكن نطبقوا عليه أصلا، وحتى هو القانون هذه المادة الرابعة، استغلال الدين للأغراض السياسية. هذا هو. فلذلك أن أقول أن كل يعني نستشف من هذا الترشيح أن النظام لا يريد التغيير. النظام نظام مستبد، ويظهر الواقع، واقع الثورات العربية. أظن هذه من أكبر الدروس، أن هؤلاء الحكام
يرون في بنرجسيتهم وبعيشتهم في قلوع مشيدة أنهم عندما إن تركوا سدة الحكم ضاعت الأمة، ولا يدركون أنهم هم مصيبة الأمة. هذه هي النرجسية. فهؤلاء بوتفليقة الآن يتصور باللي لو كان ينسحب الجزائر ما كانش، ما تبقاش الجزائر، لأن أرحام الجزائريات مثلت غير ملدة بوتفليقة مرة وانتهى. وكيف يقولون عنا بالعامية، هذا يجعل كل أصحاب يعني المدح والتطبيل وكذا يحومون حوله لمصالح، لأن هناك يعني آلاف في هذا في أجهزة الدولة ليس لهم مناصب إلا بحكم توددهم لهذا الـ 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 يعني هذا الرئيس، فلذلك أن لهم مصالح يريد أن يدافعوا عنها. وأنا أقول أن أمة اللي تقبل ببقاء رجل يعني بهذه العهدات هذا هو دليل على فشلها. جيد دكتور، هناك أحزاب مثل حمص أعلنت عن هددت ربما تخرج من الحكومة وتفك هذا التحالف والله مقابل على هذا القانون. والله شوف، أنا لا أريد أن أتكلم عن الفرع إذا كان الأصل فاسد. هذه الأحزاب متى ظهرت؟ هذه الأحزاب متى تطورت؟ تطورت في ظل خطة فرضت بالدبابات والرشاش وكذا، واكتشفت هذه حمص ولارندي هذا وقتاش أنشئ وكيف صعد، ونذكر بالتزوير اللي بقى في 97 إلى غير ذلك كيف تم هذا. فأنا أظن احنا مشكلتنا حتى نكون واضحين في رشاد، لا هي لا مع حمص، لا هذا بوقرة، لا بالخادم، لا كذا. احنا نعرف من هو اساس هذا النظام. هو اساسه جهاز مخابراتي اللي جاب بوتفليقه واللي جاب بوضياف واللي ما زال على راس هذه الاجهزه الى اليوم. وهذا الجهاز هو الذي ينبغي ان يوضع حد لترهاته ولعبثه بهذا الوطن. يعني تشككون في رواية هناك صراع بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الرئاسية؟ ليس هناك صراع، هنالك التقاء مصالح. ف لا اقول حتى المؤسسه العسكريه، انا الجيش الجزائري وانا على يقين ونحن في اتصال بالعديد من الضباط في الجيش الجزائري، ومنهم من يقول كلام يعني فيما بيننا اكثر مما قلته انا اليوم. هم يدركونهم عايشين يشوفوا كيف ان هذا سفينه الجزائر ماشيه للهلاك يعني. فهم يدركون ان هذا المسار تاع هذا يعني هذا النظام هو سيؤدي لا محالة الجزائر إلى ما لا تحمد عقباه. جيد دكتور، قانون تعديل الدستور، يقال بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أرجأ عرض قانون تعديل الدستور أو هذه الخطوة تعديل الدستور على البرلمان حاليا. منهم من يقول بأن الرئيس ينظر بعين السخط إلى هذا البرلمان، أو أن إرجائه إلى غاية سنة 2012 هو لحسابات وخلفيات سياسية. والله أولا هذه أشكرك على طرح قضية تعديل الدستور، لأن ممكن الجزائريين تابعوا هذا قبل يوم أو يومين، كيف أن جزائر العزة والكرامة وجزائر نوفمبر أصبح يقودها أناس يذهب إلى باريس، وأقصد بالذات ما يسمى وزير الخارجية مراد مدلسي، فيذهب أمام يعني الاتحاد الأوروبي ويسائلونه قريب كالمتهم، هو يجاوب ايش فعلتوا ما فعلنا، ويمدح في هذا النظام وإنجازاته العظيمة وكذا، ثم يخبرنا من أوروبا اسمعوا يا جزائريين لا يأتيكم رئيسكم الذي هو الآن في سدة الحكم ويقول يا شعبي العزيز يا إخواني يا جزائري الجزائريات سنفعل كذا وما رأيكم. لا، يأتينا من يدعي أنه للجزائر الثورة وكذا، يمشي لأوروبا وأمام خاصة الغريم وصاحب السلطة فرنسا ويقول لهم جينا نخبروكم يا أوروبيين بأننا سنجري تعديل الدستور في 2012. الآن هل هذا هو معنى السيادة الوطنية؟ يعني أن الجزائري لابد يشوف وش راح يقول مراد مدلسي للأوروبيين باش يعرفوا وش يصير عنده في بلاده. يعني كيف لي أنا كجزائري عندما استمع مره كلام هذا التطبيل والتهويل ويجي يقولوا لي الجزائر والثوره ونوفمبر وسياده الوطن، سياده ماذا؟ سياده انما هي يعني هي تدليس على الجزائريين
والأسياد هم خارج الجزائر وليسوا جزائريين حتى يكون الأمر واضح، يعني يا ليتهم كانوا جزائريين خارج الجزائر، وإنما هم قوى أخرى هي التي تفرض على هذه العصابة ما يكفيها لضمان مصالحها. جيد دكتور، لو أسألك يعني بخصوص تطرقت في كلامك لزيارة وزير الخارجية السيد مراد مدلسي، حتى الجرائد الجزائرية قالت بأنه رافع ونافح من أجل إقناع فرنسا أو البرلمان الفرنسي، نعم فرنسا، بجدية هذه الإصلاحات. أود أن أسألك لماذا هذا التوقيت بالضبط، زيارة إلى فرنسا؟ لماذا ليست الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا مثلا الجامعة العربية أو الاتحاد الأوروبي؟ لماذا فرنسا بالضبط والبرلمان الفرنسي؟ ما الكواليس التي تقف وراء هذه الزيارة بالضبط؟ أنا أظن أن الكواليس يعني هي معروفة، وأنا في الحقيقة لا يهمني أن يكون يعني يتكلم على قضية هل يزور أمريكا، سواء كانت أمريكا أو فرنسا أو أي دولة أخرى. أنا أعتبر أن مفهوم السيادة في حد ذاته يستلزم أن تناقش الأمور المصيرية التي تحدد مستقبل الجزائريين فيما بين الجزائريين، وخاصة الإعلان عنها. لو كان مراد مندلسي هذا مشى إلى جامعة تركية أو روسية أو أمريكية وما يشاء، وجاء يحاضر حول ما يجري في الجزائر ويقنع بحكم يعني منصبه كوزير خارجية ويطلعهم عما يجري في الجزائر، لا بأس، نقول هذا داخل في الدبلوماسية. لكن أن يعلن ويقرر أشياء مصيرية لا يعلمها الجزائريون أصلا أمام هؤلاء، فهذا يعني مصيبة وطامة كبرى، يعني أن الجزائر ليست سيدة على أرض وطنها، وأنها للأسف لا تزال هنالك أيدي متحكمة، أيدي لها علاقة وطيدة الآن معروف بدول كانت هي عدو الجزائر في السابق، فرنسا. نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. نعود إليكم. نتطرق دائما مع موضوع الإصلاحات مع الدكتور مراد هنا، عضو المؤسس لحركة رشعت. دكتور، نقف قليلا عند قانون الإعلام. ما تقييم حركة رشعت لقانون الإعلام؟ هو يعني للأسف أن هذا القانون جاء ظاهره فيه رحمة أو فيه خير للجزائريين، لكن نحن لا زلنا نعلم أن طرق الاستحواذ على إيصال الخبر للجزائريين كثيرة وعديدة وأصبح يتقنها النظام. فمثلا الآن ما يفرض على
الإعلام الجزائري هو ليس حتما ضرورة بالأساليب التي كانت في السابق. يعني أنا لا أظن ولا أتصور مثلا كما كان يفعل في السابق وفعل، أنه أمام كل صحفي يعني واحد من المخابرات يراجع مقالاته أو ينظر إلى كل الأخبار. لا، الأمور الآن أصبحت أكثر يعني تفننا، فهنالك طبعا الضغط المالي. فمثلا أنا أذكر أن في الجزائر نتطرق إلى مثال بسيط، أن معروف أن أي دولة تقوم لتمويل عملها ولضمان مصالح المواطنين على جباية أموال الضرائب. في الجزائر أموال الضرائب لا تهم النظام، لأن هذا نظام ريعي يقوم على امتصاص ما أمكن امتصاصه من خيرات البلاد ولا يهمه المستقبل. يعني احنا ممكن 20 30 سنة ما يكونش عندنا بترول ونحصله، يعني ما عددناش شيء. فلا يهمه الضرائب، فالضريبة تبقى في بالنسبة لهذا النظام أداة تسليط العقاب على من لم يدخل الصف، سواء كان في رجل أعمال أو صحفي أو طبيب أو محامي أو ما تشاء. يعني إذا كان غضب عليك النظام، طريقة باش يقضي عليك ينزل عليك بالضرائب. فهذا مثلا مثال على بعض الجرائد، ما يسمح لهمش مثلا بالجرائد اللي ما تمشيش في الخط كيف نقولوا احنا، أنها وسائل الطبع، الاستفادة من الإشهار. مثلا نعرف أن أهم دخل بالنسبة للجريدة هو الإشهار، فإذا كان جريدة ما مشاش في الخط اللي يريد النظام، الإشهار ما يجيهاش، لأن الإشهار باقي إلى حد الساعة تحت رقابة الدولة، ولا يمكن يعني يعني أن يمر على طريق آخر. فلذلك أنا وضع قانون الإعلام، هم طبعا يريدون يبيضوا، قالوا الآن ما رايحينش نسجنوا الصحفيين، نعطيهم غرامات فقط. هذا كله كذلك إثارة أشياء لإلهاء الجزائريين. ليش يا سيدي ما نقولوش هنالك حرية تامة للصحافة؟ نضبط مثلا مصادر التمويل، نضبط أدبية المهنة إلى غير ذلك، لكن هذه الطرق الملتوية هي التي تبين أن المشكلة ليس في سن قانون من عدمه، وإنما في المسار السياسي الكلي للجزائر. هل أن عندنا نظام يعطي الحقوق والحريات بالمعنى الذي تقتضيه شهامة الجزائريين وحقوقهم كمواطنين، أم أنه يراه مرة أخرى تكرما منه وتفضلا، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء؟ جيد، لو تطرقنا إلى قانون الانتخابات، يقال بأنه فعال في مكافحة التزوير الانتخابي، وهو يكرس حتمية نتائج، أم هو برأيك دكتور أو برأي حركة رشاد يكرس ما يسمى بحتمية النتائج، أو بأن النتائج محسومة مسبقا وسلفا؟ أنا لا أرى تفسيرا آخر لأن يجعل لوزير الداخلية هذه السلطة الضخمة في أن هو الذي يقر، شوف مليح، هو الذي يقر أي حزب مرخص منه. هذا الآن أرى صارت فيها تصفية. ثم حتى القوائم الانتخابية، يعني حتى حزب مرشح قادر وزير الداخلية يتدخل ويقول فلان لا يترشح. أين هي هذه الحرية؟ يعني أنا يعني لا يمكنني أن أتصور انتخابات نزيهة بهذه الطريقة أبدا أبدا. هنا يعني المسألة محسومة من ناحية من الأساس. ثم أضف ذلك، حركة رشاد عندما أسست جعلت من بين البنود الأساسية وأساس العمل السياسي والممارسة السياسية للمواطن الجزائري، وهي أن إنشاء الحزب بالنسبة لأي جزائري كان حب يسمي روحه إسلامي، شيوعي، رأسمالي، ما يشاء، أي جزائري مواطن جزائري حب يمارس السياسية، حركة رشاد ترى أنه يكفيه التصريح ولا يطلب أي اعتماد. معلش نطلب منك اعتماد؟ أنت جزائري أكثر مني، علاش نمشي للوزير الآخر نقول اعتمدني؟ من أنت؟ أنت لازم وزير الداخلية تضمن أمن المواطنين. الآن إذا نادرت حزب وعملت شيء، يعني سرقت أموال، زورت انتخابات، انتهكت قانون، يعني من معلوم بالضرورة، هنا من حقك العدالة تتحرك. لكن التصريح هو الأساس، وهنا بالذات
يعني شوف أقول الكلم كذب، هذا النظام كذب. يأتي هذا ولد قابلية قبل أسابيع خلال المناقشة يقول لهم أنا لا أعلم دولة في العالم ماشية بنظام التصريح. يا سبحان الله، هذا عايش في الأرض ولا في كوكب آخر؟ ما أنا ما أعرف دولة محترمة تمارس مسار ديمقراطي حقيقي إلا وتمشي بنظام التصريح، نظام اعتماد ووضع قرار اعتماد أي حزب في يد وزير الداخلية أو من ينوب عنه. هذه ماركة، هي سمة الدكتاتورية. فإذا نقولها وضوحا أن ما دام هذا المسار كاين في هذا النظام الجزائري، فلا يمكن أن نتكلم عن انتخابات ولا عن حياة سياسية عادية. وبالتالي فإن المشكل الآن اليوم ليس في المعارضة ولا في الأحزاب ولا إنما فيها في رأس النظام. ومرة أخرى هذا دليل إضافي على أن الذي لا بد أن يغير جذريا مش الشعب، وهؤلاء اللي في السلطة الآن معنا حتى مبرر باش يبقى. جيد، هل نفس الماركة الدكتاتورية تنطبق على قانون الجمعيات؟ بالضبط بالضبط تماما. يعني نعود مرة أخرى، وأن قانون الجمعيات يكرس نفس الموضوع، أن الجمعية إذا ما كانش للتطبيل للنظام وللتهليل بفخامته وبكذا وكذا وكذا قد لا تعتمد. وزي قضية مثلا أضيفت هذه قضية الأموال من الخارج. طيب الآن من أهم البنود في هذا القانون بتاع الجمعيات هي المساعدات التي قد تتلقاها جمعية من الخارج. أولا الخارج هذا الآن يوضع لنا كغول إلا في حالات معينة، ما يصبحش غول. يعني باش مثلا يأتي واحد من النظام أو من أقارب النظام يخرج حقائب كاملة بالعملة الصعبة ويمشي يعني يصرفها في خارج البلاد، أو نرى مثلا هنا في بلدان أوروبية ترى أحد رجالات النظام سابقا، وأعني بالتحديد يذكر بالاسم نزار، هذا نزار يأتي يخرج خارج البلد بجواز دبلوماسي وينزل في أفخم الفنادق في سويسرا أكثر من 800 أورو لليلة أقل تقدير، ويقول جيت لسويسرا باش نعالج حتى أعالج التدخين. يعني هذا ما في حتى إشكال بالنسبة لهذا النظام، ولا واحد يجي يقول يا سيدي هذا وش هذا، ثم انت التقاعد تاعك يضمن لك هذا المستوى تاع المعيشه. فالان الاموال باش تمشي خارج الجزائر وتسرق وتنهب ما فيه مشكل، لكن اذا في جمعيه، وهذا نراه كل يوم، جمعيه من اي نوع كانت، وراينا حتى جمعيات لمساعده الفقراء في العمل الانساني، لمثل مساعده المعوقين، نعرف احنا نعرف جمعيات يعني حصلوا على عتاد مثلا كراسي للمرضى، أدوية إلى غير ذلك، يعني حتى يجنوا وما يقدروش يوصلوها للمستفيد يعني المحتاجين في الجزائر. فالنظام علاش يمنع هذا الشيء بكل بساطة؟ أنه يقول هو أي شيء لازم يمر علي وأنا أعطيه كما أشاء. يعني يبقى هذا النظام هو ولي نعمة الجزائريين، يا جزائريين ما ديروا حتى شيء بدون إذن النظام. هذه هي الرسالة تاع الجمعية. حتى شيء، ورأيناه في الزلزال التالي هذا تاع اللي كان قاس منطقة بومرداس، كيف أن النظام قفل ما قبلش حتى جمعية خيرية، ما لازمش، خلي الجزائر يموتوا وخليهم يتدمروا. ووقتها شفنا كيف حتى الناس مشابوا تفليقة وضربوه بالحجارة، لأن الناس أساسيات الحاجات نتاعهم ما خلوهاش توصل. والآن ثم كي نقولوا الخارج تقريبا اليوم راه عندنا حسب الأرقام المتفاوتة ممكن أكثر من 6 ملايين جزائري في الخارج. يعني هؤلاء الجزائريين اللي في الخارج إذا حبوا يجتمعوا ويديروا جمعية في الخارج ويحبوا يدعموا جمعية في بلادهم، حتى يعني من باب نصرة إخوانهم، من باب تطهير أموالهم، الزكاة إلى غير ذلك، ما يقدروش. خلي الآخرين يموتوا والفقراء. فلذلك أن هذا المسعى يدل مرة أخرى على أن هذا النظام منغلق ولا يقبل أي شيء اللي ما يكونش يتحمل فيه، سواء باش ياكل في الوسط فيها يعني تسريب أموال، أو ليشتري الهمم، يعني كل شيء لازم ما يمر عليه، أو اللي يخلي يمنع فئات من المجتمع من أي مساعدة. جيد، لو نقف قليلا عند قانون المرأة، يقال بأن هذا القانون سيعزز مشاركة المرأة، ما تعليق حركة رشاد على هذا القانون؟ طبعا المرأة يعني هذه كما يقال كلمة حق يراد بها باطل. المرأة الجزائرية نظن ليس لأي أن يعني يخفض من مستواها أو ينتهك حقوقها،
أو كذلك أن يتاجر بها، يتاجر بها بمعنى الحس الدني، ولا حتى لأغراض سياسية. الآن المرأة الجزائرية مثلا بالنسبة لحركة رشاد الأمر مفصول، لها حقوقها التامة، تكلم عن الحقوق مش كلام عن الاجتماعية، الحقوق السياسية الله سهل خليها تمارس، بل هي إنها قوة فاعلة في المجتمع وليس هنالك سقف عليها ولا وصاية الآن. لكن باش يجي بوتفليقة حتى يلمع شيء من الصورة يقول لا لازم في الحزب لازم ولا في البرلمان يكون 30%، هذا ينافي الديمقراطية سامحني. إذا تفرض أنت نوع معين ثم أنه يظهر أن المرأة هذه سياسيا ناقصة، يعني حتى يجي بوتفليقة باش يطلع لها شوية يزيد لها كما يقولوا درجة باش تطلع باش توصل، لا المرأة أعطيها حقوقها، ثم أكثر من ذلك المرأة اعترف بها كإنسان مع أخيها الرجل، أعطيها حقوقها السياسية والمدنية كاملة وخليها. احنا عارفين باللي الحمد لله كاين النسوة في الجزائر اللي هم أقوى وأقدر وأجدر وأشجع من كثير من الذكور، لا أقول الرجال، كم من النساء وتاريخنا حافل الحمد لله. وإنما هذا المسعى هو مرة أخرى للتدليس وكذلك لشراء الهمم. جيد، هل تعلق دكتور على تصريح وزير الداخلية الفرنسي مؤخرا؟ يعني أعجب وقال بأن الإصلاحات هذه مثيرة للإعجاب. والله من كانت قبلته إلى فرنسا قد يفرح بكلام وزير داخلية فرنسا. أنا بالنسبة لي وزير داخلية فرنسا وظيفته قبل كل شيء هي أمن الفرنسيين وتسيير الإدارة الفرنسية، ولا أرى أن له شأن فيما يخصني أنا كجزائري في بلدي. أنا بلادي أعرفها، أضحى شعبي ووالدي والعشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الجزائريين والملايين طيلة الحقبة الاستعمارية مما فعلته فرنسا بنا. فكلام خليه ليه، فهو ربما يغازل من ترك من أبنائه في فرنسا ومن إخوانه. أما نحن علاقتنا مع فرنسا تكون مع دولة أجنبية لها مصالحها، وليس لها لا أن تعطينا دروسا ولا أن تتحكم في مصيرنا. ومن يريد أن يزكي عمله كما يفعل هؤلاء في الجزائر بأن الوزير الداخلية، وانظر حتى إلى ذلك، شوف الطامة، يعني من يتدخل في شؤون، يعني لو كان جاء حتى وزير الخارجية في الجزائر وزار وتكلم قولوا خليه راه وزير خارجية ودبلوماسية، احنا دائما يتكفل بنا وزير الداخلية. وزير الداخلية الفرنسية هو اللي جينا في الجزائر ويقولنا راكم مليح هذا الشيء والقابلية وبوتفليقة والتوفيق يا جزائريين سمعوا له رانا راضيين عليهم تبعوهم. هذه الجزائر لازالت محمية فرنسيا ماذا؟ والله هذا سياسيا هذا الذي يعنيه، وزير داخلية ليس له أن يزكي إصلاحا في الجزائر، هذا ليس من شأنه، هذا ليس من شأنه أصلا. نعم جيد، لو رجعنا إلى الثورات العربية، هل الثورات العربية جاءت على النسق الذي تتمناه حركة رشاد، أم هل هناك بعض المفارقات، وما هي هذه المفارقات؟ الثورات العربية طبعا لا أعود للكلام عنها بالتفصيل، فالجزائريون تابعوا وكلنا تابعنا ما الذي جرى، فقط أريد أن أذكر بشيء، أن مسار التحرر هذا طرحته إلى حد كبير حركة رشاد قبل سنوات، فهي كانت نادت بالتغيير الجذري، أي أن هذه الأنظمة يا أخوي الله غالب لازم تتنح، راهي مصيبة سرطان على هذه الأمم وكلها، يعني حتى ما نبقاش نلف، كلها هي تخدم مصالح أشخاص، تخدم مصالح أجنبية، تريد أن تبقى في السلطة للأبد، وبعد الأبد ثاني لو كان قدروا يزيدوا شوية ويخلوا ذريتهم وحاشيتهم فهذا الأمر قطع. كذلك قلنا أنه لابد أن تكون حركة تحرر، يعني تريد تغيير جذري، تقوم على طرق لا عنفية، ما كانش هذا استعمال السلاح ولا إراقة الدم. فإلى حد كبير نحن ساعدنا بهذه الأشياء، يعني في تونس في مصر إلى غير ذلك كانت مساعي جيدة. ليبيا وقعت إشكالات لظروف خاصة، وحركة رشاد بقدر ما كانت يعني تعتبر حكم القذافي على أنه حكم جائر طاغي ظالم، إلا أنها كان عندها تحفظ كبير حول تدخل قوة أجنبية، وتكلم عليها كثير من إخواني في مناسبات كثيرة، ونحن لا نقبل أبدا بالتدخل الأجنبي في شؤوننا. وأنا قلتها مرات، يعني نموت تحت وطأة الظلم نتاع إخواني الجزائريين في بلدي ولن أستنجد بأي كان، يعني هذه أمر مفصول عند رشاد. لكن الذي نراه
الذي نراه بالنسبة لموقف النظام الجزائري. النظام الجزائري منذ بداية هذه الثورات كان له أسوأ المواقف في كل المراحل. يعني بقي يدعم بن علي، بقي يدعم بن مبارك، بقي يدعم قذافي إلى آخر رمق، ولا يغير من موقفه إلا عندما يأتيه التهديد من أسياده. دائما يجينا مبعوث تاع دولة غربية ولا قرار كذا، احنا ثم نرضخ ونسير حوله. ثم بعد ذلك، وانا حبيت نتكلم إخوان الجزائريين، ما من النهج الذي يسير عليه النظام الجزائري اليوم؟ اليوم هو يراهن على أمرين. يراهن على يعني فرض تصور معين بالنسبة لهذه الثورات. يعني لو نرى بعض الصحف تصريحات رجال في السلطة الجزائرية يريدون أن يعني يوهموا للشعب الجزائري أن هذه الثورات في الحقيقة وراها أمريكا ووراها الغرب وتريد ضرب الاستقرار الأمة العربية، بل وراها الموساد وإسرائيل وكذا. والله طبعا يا ليت كان هذا الحرص من النظام الجزائري على أن تتدخل إسرائيل ولا الموساد ولا أمريكا في شؤوننا، لكن أنا سامحوني، أنا شفت جنرالات جزائريين مشاركين مع جنرالات إسرائيليين في مناورات عسكرية مشتركة في ندوات كثيرة، رأيت بأم عيني قوات خاصة أمريكية في قواعد جزائرية نشرتها التلفازات الأمريكية، أرى كيف يأتي قائد الأركان الأمريكي للجزائر وكأنه هو الذي يسير في بلدنا، رأيت كيف أن في بلدنا مكاتب للإف بي آي والإم آي 6 إلى غير ذلك، ووزير الداخلية هذا لجان الفرنسي. فهذه المزايدة في الوطنية الزائفة لم يعد لها معنى. الأمر الثاني أن النظام الجزائري يريد أن يبين أن طيب إذا وقعت ثورات في البلدان الأخرى، إحنا لا، إحنا خطينا، إحنا بدينا إصلاحات قبل 20 سنة وبدينا يعني مسار ديمقراطي وراه فخامة الرئيس ما زال يصلح وكذا وكذا، فهذا كله كذب وكله لا معنى له، كما أسلفنا من قبل وبينا حول هذه القوانين. فإذا النظام الجزائري يعول على أنه يلصق الشك في هذه الثورات، والأمر الثاني يعول أمر على مدى متوسط المدى أنه يأمل، بل أنه يسعى لإفشال هذه الثورات، بحيث أن إذا فشلت لا سمح الله مثلا التغيير في ليبيا ولا في تونس، ثم يعود ينضرب، شفتوا وش صار، احنا احسن. فلذلك هذا نظام دخلته السوسه ودخلته المكيده ودخله فقط هم واحد، وهو ان يبقى في سده الحكم، ولو على جماجم ولو على مصالح الجزائريين بعيده المدى وحتى قريبه المدى. قبل أن أختم هذه الحصة، سؤال أخير، ما هي الخطوات؟ هل ستقدم حركة رشاد على خطوات مستقبلا حيال هذه القوانين التي شرعت مؤخرا في الجزائر؟ مشكلة حركة رشاد مع النظام القائم ليست بفعل سن هذه القوانين مؤخرا، بل هي أعمق. حركة رشاد أن ترى وقالت صراحة وتكرارا أن النظام الحالي بسياساته برجاله بطرق تسييره بكيفية نظرته إلى الشعب الجزائري ومقوماته خطر على الجزائر، خطر على مستقبل الجزائر سواء من حيث مواردها كيف تبدد أموال الجزائريين، خطر على الجزائريين من حيث المسعى السياسي الذي يجعل من هذا الشعب إلى الأبد شعبا مكون من قُصّر قُصّر، وإذا يعني راحت عليه هذه الطبقة اللي النصف قرنية، هذه الطبقة الحاكمة الآن راهي من 62 تغيرتش، يعني كي كان بوتفليقة في السلطة كان واحد كيما أوباما ممكن ما زالش ولا عام في عمره. يعني كيف يمكن ذلك؟ فكيف يمكن لشعب له هذه المقومات وهذا التاريخ وهذه العزة بنفسه أن يقبل بهذا الوضع المتدني وهذا الهدر لمستقبله ولطاقاته؟ ولذلك أنه مرة أخرى حركة رشاد لا ترى حلا إلا في التغيير الجذري لهذا النظام الآن، حتى يعني لا
يعني تتهم رشاد بالراديكالية وكذا وكذا، نحن نقول أن فيه مخرج لهذا النظام، فيه مخرج لهذا النظام بأن يأخذ من هو على رأسه، بوتفليقة ولا إخوانه في المخابرات، موقف صريح أمام الشعب الجزائري، يقول الآن نريد نوقف هذا المسار اللي رانا ماشيين فيه اللي سماوه إصلاحات تدليسا على الجزائريين، ونريد أن ندخل في مرحلة انتقالية، ورشاد عندها مقترحات عملية يعني بضمانات. الضمانات الأولى هي أن يجتمع الجزائريون كلهم، يأخذوا مرحلة للمصارحة حول الأزمات اللي عشناها منذ الاستقلال. ما يجيش أنا يقول لي ما نتكلمش على الماضي، لا يا أخي أنا لازم نتكلم على الماضي، لأن طاماتنا كلها راهي قائمة على الماضي. جاءنا اتصال فقط، استسمحك دكتور مراد. من معي؟ ألو، تفضل، من معي؟ ألو، السلام عليكم ورحمة الله، الأخ حمزة حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟ الصديق من زوري أخويا العزيز. مرحبا بك صديق، تفضل. نحييك ونحيي الدكتور مراد، عندي سؤال للدكتور مراد إذا ممكن يعني. نعم تفضل. والله يعني كيف الأخ يعني الدكتور مراد يشوف في القانون هذا اللي عملوه، يعني يمنعوا شريحة كبيرة من الشعب الجزائري، وما يخفى لكمش باللي في التسعينات يعني انه هذا الناس اللي منعوهم الان كانوا في التسعينات هما نورمالمون اللي يكونوا في البرلمان. كيفاش يشوف انا واحد من كجزائري من الجزائريين نشوف بانه يعني الكلام يعني راح يطول. لو احنا كذلك اخي العزيز نعملوا احتجاجات في انحاء العالم ضد هذا المجرمين اللي يحبوا يعني ينحيونا من الخريطه الجزائريه. يعني شوف يعني كل يعني لابد يعني حركة رشاد ولا الناس يعني اللي راهم يتكلموا ويقولوا لابد التغيير الجذري في النظام الجزائري في الجزائر، نقوموا يعني بمظاهرات ونقوموا بمسيرات باش احنا كذلك احنا اللي ما نحتاجهمش. هاي كيفاه؟ شكرا لك سيد صديق، وصلت الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت سؤال سيد صديق، أظن تحدثت كثيرا عن رأي حركة رشاد بخصوص هذه القوانين، لكن هو يطلب القيام باحتجاجات ومظاهرات والله أمام. نعم، أولا أشكر السائل وأحييه. أن أنا كما قلت قبل أن حبيت نرجع للفكرة، يعني ممكن الأصل أن رشاد تريد أن تعطي فرصة تدارك الوضع بالنسبة للنظام القائم، بحيث أنه سيكون محك، لكن أن يسير كما قلت بمسار الكلام عن الأزمة الجزائرية من جذورها، والإطار ممكن أن نتكلم فيه، ثم نتكلم عن كيف ممكن نؤسس لحياة سياسية جديدة بالكلام في جمع كل الجزائريين للكلام عن مجلس تأسيسي، والكلام بطريقة جدية عن دستور جديد للدولة الجزائرية. كيف؟ وهذه نقطة مصيرية بالنسبة لحركة رشاد، لأن هي لب المشكلة. كيف نضمن أن أجهزة الأمن في الجزائر تكون حقيقة تابعة للسلطة المدنية المنتخبة من طرف الشعب بكل حرية؟ يعني ما يعودوش يتكررون المآساة اللي عشناها من قبل، بحيث أن عندنا انتخاب رئيس أو كذا وكذا، ولكن من وراءه اللي يحكم هو جهاز مخابرات. فلذلك إذا كان عندهم استعداد النظام الجزائري، فحركة رشاد طبعا بمسعى جاهز تقنيا وكذا، أننا ممكن نسير فيه، وما عندنا أي عقدة ولا إشكال في الاتصال بكل جهات النظام لهذا المسعى. لكن إذا، وهذا هو التحذير للنظام، إذا كان هذا النظام بقى كالصم ولا يسعى إلا في مسعى لا نريكم إلا ما نرى، فإحنا نقول بكل وضوح نحن نأخذ عهدا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب الجزائري أننا نسعى لتغيير هذه الشرذمة المتسلطة على الشعب الجزائري عاجلا أم آجلا.
لأن هذه أمانة في أعنقنا كلنا، لا أقول رشاد فقط، كل الجزائريين، لأن مستقبلنا أصبح في خطر، ومصير هذه الدولة الجزائرية أصبحت في خطر بفعل هذا العبث السياسي. لا يسعني إلا أن أتقدم باسمي وباسمكم جميعا لأن أشكر الدكتور مراد هنا على مشاركتكم في برنامج منبر الأحرار. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحصة، أشكر كل من تتبعنا وكل من حاول الاتصال بنا. يبقى السؤال مطروح، هل الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية هي اسم دال على مسماه، أم هي مجرد مسكنات محضة حتى يبطل ويبطل مفعولها بمجرد أن تهدأ عاصفة الربيع العربي؟ هذا ما سيتجلى في الأيام القادمة. مع تحية نيت مرزوق حمزة مقدم البرنامج، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.